العملات الرقمية وتسمى بالإنجليزية Cryptocurrencies، وهي عملات رقمية افتراضية مشفرة ومتاحة بشكل رقمي على شبكة الإنترنت على هيئة بيانات. يتم تداول هذه العملات في أسواق المال، وكما أنها تستخدم لسداد قيمة المشتريات من بعض المتاجر والشركات التي اعتمدت العملات الرقمية وسيلة للسداد في العالم الرقمي بدرجة عالية من الخصوصية والأمان. وظهرت مؤخراً المئات من العملات الرقمية مثل بيتكوين، إثيريوم، ريبول وستيلر، ولكن أشهرها على الإطلاق هو بيتكوين، الذي بدأ بقيمة منخفضة مقابل الدولار، في حين أنه وصل إلى ما قيمته 63 ألف دولار أمريكي للبيتكوين الواحد حتى تاريخ إعداد هذا التقرير. يعتبر بيتكوين أول العملات الرقمية في العالم، حيث تم إطلاقه من قبل ساتوشي ناكاموتو بين عامي 2007 و2009، وهو اسم مستعار للشخص أو مجموعة الأشخاص الذين قاموا بتطوير عملة بيتكوين التي غيرت مفهوم العملات حول العالم وبدأت بسحب البساط من أسفل الدولار الأمريكي. العملات الرقمية غيرت مفهوم النقود الورقية والمعدنية التقليدية التي اعتدنا حملها نقداً أو السداد بها من خلال البطاقات المصرفية، والتي لا تتعامل سوى مع العملات التقليدية التي تكون خاضعة لسيطرة البنوك المركزية التابعة لمختلف الدول حول العالم، في حين أن العملات الرقمية لا تخضع لسيطرة أي من البنوك ولا الدول. تتمتع العملات الرقمية بدرجة عالية من الخصوصية والأمان في التعاملات، حيث أن قيمة بيتكوين إلكترونياً يعبر عنها بالرمز هاش، والذي يتكون من 64 خانة تم تشفيرها بنظام تشفير معقد يسمى SHA-256، ما يجعل أكثر الحواسيب قدرة على المعالجة غير قادرة على تخمين قيمة بيتكوين أو حتى الوصول إليها أو سرقتها. ويتم إدارة ملكية بيتكوين عبر نظام يدعى باسم بلوك تشين، حيث يقوم هذا النظام غير الخاضع للرقابة بتسجيل العمليات القائمة على عملة بيتكوين وتحديد الملاك الحاليين الذين يقومون بالتصرف بالعملة في عمليات التحويل والتداول أو سداد قيمة المشتريات. العملات الرقمية تعمل وفق نظام مفتوح للجميع ولا يخضع لرقابة من أي جهة معينة، وبالتالي فإن العملات الرقمية تتطلب مستويات عالية جدا من التشفير، الذي بدوره يجعل العملات محمية من عمليات اختراق قواعد البيانات التي قد ينتج عنها تسريب لخصوصية ملاك هذه الأموال وتتبع عمليات التحويل والتداول أو حتى العبث بنقل ملكية الأموال من شخص لآخر دون علمه. وبالتالي قد يفقد هذا النوع من العملات موثوقيته لدى المستخدمين، وقد ينتج عنه عزوف الناس عنها. لذلك تتطلب عمليات البرمجة الحاسوبية للعملات الرقمية تطبيق خوارزميات شديدة التعقيد، والتي تحتاج لموارد وقدرات حاسوبية هائلة لم يتمكن ملاك هذه العملات من توفيرها. وبالتالي تم اللجوء إلى عامة مستخدمي الحاسوب حول العالم طلباً للمساعدة في إنتاج العملات الرقمية. لذلك تم استحداث ما يسمى بعملية التعدين، التي تتيح لجميع مستخدمي الحاسوب والإنترنت حول العالم بتعدين العملات الرقمية بصورة رقمية، وليس مثل عمليات التعدين الطبيعية التي تحدث عادة للذهب والفضة والمعادن النفيسة، وإنما فقط تم اقتباس المسمى في عملية التسويق لهذه الخدمة. وبالتالي لجأ الملايين من الناس إلى تطويع مواردهم الحاسوبية في عمليات تعدين العملات الرقمية، والتي تكون أغلبها في عملتي بيتكوين وإثيريوم، وذلك مقابل الحصول على جزء من هذه العملة نظير عمليات التعدين الرقمي، والتي بموجبها يتم السماح لصانع العملة الرقمية باستخدام معالجات أجهزة الحاسب الخاصة بنا
في عمليات المعالجة المطلوبة في إنتاج العملات الرقمية. تتطلب عمليات التعدين الإلكتروني أجهزة حاسوب ذات قدرات فائقة من حيث سرعة المعالجة وكرت الشاشة، وبالتالي قد يخطئ البعض بقيامه باستخدام حاسوب ذو قدرات محدودة، والذي سيقوم بعمليات معالجة محدودة تدر القليل من المال. ولكن بالمقابل، قد يتلف جهاز الحاسوب لعدم تحمله عمليات المعالجة المتواصلة، وبالتالي قد تكسب القليل من المال مقابل خسارة حاسوبك الشخصي. ونتيجة لذلك، لجأ بعض قراصنة الإنترنت إلى تعدين العملات الرقمية باستخدام أجهزة ضحاياهم، ممن تمكنوا من اختراق أجهزتهم واستخدامها في عمليات التعدين دون علمهم، وذلك عن طريق بعض الروابط والأيقونات المنتشرة على مواقع الإنترنت المختلفة. وبالتالي قد يخسر هؤلاء الأشخاص أجهزتهم الشخصية دون معرفتهم للسبب الحقيقي وراء ذلك، حيث ستعاني الأجهزة من بطء شديد في الأداء في بادئ الأمر، وقد ينتهي الأمر بتلف الجهاز بشكل كلي. وصل عدد العملات الرقمية المسجلة في العالم إلى أكثر من 4500 عملة بقيمة سوقية تصل إلى 1.5 تريليون دولار أمريكي، حيث يعد بيتكوين أعلاها من حيث القيمة. ونظراً لما تتمتع به هذه العملات من أمان وحماية للخصوصية، تم اعتمادها كوسيلة للسداد من قبل بعض الشركات مثل تسلا ومايكروسوفت وإكسبيديا. وتشير الأرقام والإحصائيات إلى المستقبل المزدهر للعملات الرقمية، والتي بدأت بعض الدول مثل الصين والعديد من البنوك المركزية حول العالم إلى تبنيها بإصدارها لعملات رقمية بمسميات مختلفة والترويج لها على الصعيد المحلي والدولي. ولكننا قد نضطر في يوم من الأيام من التخلي عن عملاتنا الورقية التقليدية واعتماد العملات الرقمية لمختلف نواحي الحياة.